تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمدرسة الجمهورية تحت شعار المدرسة الجمهورية رؤية استراتيجية لمستقبل واعد، أطلقت وزارة التربية الوطنية هذا العام جائزة رئيس الجمهورية للتميز التي تبلغ قيمتها 250 مليون أوقية قديمة. تهدف هذه الجائزة إلى تكريم المدرسين وتقديرهم أو تقدير دورهم المحوري في بناء الأجيال. بهذا الخبر مشاهدينا نفتح الباب أمام مناقشة إنجازات وإخفاقات المدرسة الجمهورية في موريتانيا. فكيف تسير الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، وما الذي يحتاجه هذا المشروع لتحقيق أهدافه الوطنية؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من ظلال الخبر التي نستضيف فيها السيدة فاطمة الطال بعبيدي رئيسة النقابة الموريتانية للمعلمات. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ظلال الخبر. فاطمة طالب عبيدي رئيسة النقابة الموريتانية للمعلمات، أهلا بك من جديد. بداية حول مفهوم المدرسة الجمهورية، كيف تعرفون المدرسة الجمهورية وما الذي يميزها عن النظام التعليمي السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. المدرسة الجمهورية لن نقوم بتعريفها بالمفهوم الأكاديمي، وإنما سنقوم بتعريفها من حيث ما هو موجود في موجود او اقرب ما هو تربوي. المدرسة الجمهورية عندنا هي تلك المدرسة التي يوجد فيها جميع ابناء الشعب الموريتاني تحت ظل في قسم واحد، ويجلسون على نفس الطاولة ويدرسون نفس المحتوى التعليمي. ما مدى تقبل المجتمع الموريتاني لهذا المفهوم، مفهوم المدرسة الجمهورية؟ لا شك أن المدرسة الجمهورية هي حلم كل موريتاني، كل أب موريتاني أو كل موريتاني يعرف ما له وما عليه. ستكون المدرسة الجمهورية هي حلمه قطعا، لأنها ستحقق ما عجزت كل الأنظمة التربوية عن تحقيقه. فوجود أبناء الشعب الموريتاني كلهم، ابن الفقير وابن الوزير وابن العامي وابن، كلهم موجودين في نفس القسم، يدرسون في نفس الفصول، يدرسون نفس المحتوى، لهم نفس الظروف التعليمية. هذا قطعا سيكون إيجابي، وسيكون له دور في اللحمة الوطنية في على المستوى الاجتماعي، تربية هؤلاء الأطفال وجودهم في نفس الظروف الدراسية سيقوي من اللحمة الوطنية، ويجعلهم أكثر تمسك ببلدهم وأكثر تمسك فيما بينهم. نعم، أنتم تدرون يعني مقومات المدرسة الجمهورية، بالنظر إلى ما تشاهدونه وترصدونه، هل يعني أين المدرسة الجمهورية في موريتانيا من المدارس الجمهورية في البلدان الأخرى؟ لكل بلد ميزته وخصوصيته. فنحن كمجتمع موريتاني، المدرسة الجمهورية عندنا هي مدرسة التي تدرس بالطابع الديني والأخلاقي والاجتماعي الذي رسمه الشعب الموريتاني، وهو ما رضيه الموريتاني أن يدرس لأبنائهم. فهذه خصوصية المجتمع الموريتاني، و المدرسة الجمهورية في موريتانيا تختلف عن المدرسة الجمهورية في بلدان أخرى. نعم، هل ترى النقابة أن تحسين أو ما حصل من تحسين في أجور المعلمين والعلاوات كان كافيا لتحفيز القطاع؟ لا شك أن حصل هنالك بعض الأمور أو بعض الزيادات، لكنها لم ترقى إلى تطلعات المدرسين. نعم، نأتي إلى الإخفاقات. ما أبرز التحديات التي تواجه المدرسة الجمهورية على أرض الواقع؟ المدرسة الجمهورية في موريتانيا أمامها كثير من التحديات، فهي لا تزال مدرسة في مدرسة نقول في عامها الثالث، لم تبلغ بعد، لم تتجاوز سن العام الثالث، إذن أمامها الكثير من التحديات،
والعراقي. فمثلا من أبرز تحديات العامة التي تواجه المدرسة الجمهورية ما نسميه بالاكتظاظ في الأقسام. إذا البنية التربوية قد لا تكون كافية، وكذلك الطواقم التربوية قد لا تكون كافية كذلك. إذا المدرسة الجمهورية من أبرز التحديات التي أمامها هذان التحديان، بالإضافة إلى ما يسمى بالوسائل التربوية كمثلا الكتب والوسائل التي يحتاجها المدرسون، هذه من أبرز. نعم، لما تعيدون هذا وهذا شيء محوري جدا، يعني البنية التحتية للتعليم ألا ينبغي أن تكون أولوية؟ يعني أليس من يعني غير مطروح مع وفي ظل يعني تعداد الكثير من الإنجازات في هذا المجال، ألا يعتبر، ألا ترى أنه من غير المطروح وجود يعني نواقص مثل هذه اكتظاظ يعني في بعض المدن الكبيرة مثل مدينة أنواذيبو؟ الاكتظاظ قد لا شك أن هنالك أن هنالك تطور في البنية التربوية، فهناك مدارس، هنالك تم إنشاء الكثير من المدارس، ومدارس على معايير نعتبرها معايير ممكن تكون مجازة هذه المعايير، مدارس كبيرة فيها ساحات لا تزال ساحاتها ليست خضراء، لا تزال فيها نقص بما نسميه بالأدوات، هنالك اكتظاظ، ولكنها على الرغم من هذا وذاك هي مدارس ممكن نعتبرها يعني تقدم أو تطور بما يسمى بالبنية التربوية. لكن هذا التطور البنية التربوية بما أن المدرسة الجمهورية ما نسميها مقتصرة، أو أبناء الشعب الموريتاني تدريسهم مقتصر على هذه المدرسة، فيلزمها الكثير والكثير من البنى التربوية وكذلك المدرسين. مشروع المدرسة الجمهورية دائما في هذا المشروع، برأيك حسب ما يعني ترصدينه وأنت في هذا المجال ونقابية، هل يعاني من نقص في التخطيط مثلا أو التطبيق، يعني تطبيق تلك الأعمدة والقوائم التي ينبغي أن يذهب عليها برنامجه؟ لا شك أن هناك إصلاح، هذا الإصلاح تجاوز المدرسة الجمهورية، وصل للسنة الرابعة والمدرسة الجمهورية في السنة الثالثة. هذا التخطيط وهذا التخطيط قد يكون مقبولا بعض الشيء. أنتم كنقابيون أو كنقابيين، هل تم إشراككم أصلا في هذه يعني هذا البرنامج؟ على كل حال، إشراك النقابات في البرامج لم أكن على اطلاع وعلم بهذا الخبر، إنما كان يقتصر إشراك النقابيين على المسائل التي تهم منتسبهم فقط. نعم، ما هو دور نقابتكم في دعم المشروع أو معالجة الإخفاقات؟ هل يعني تتابعونه؟ هل لديكم تقييمات يعني، ولديكم إرشادات أو توصيات أو ملاحظات يعني توجهونها أو تسعون في إيصالها للجهات المعنية القائمة على هذا؟ نريد أن نوضحه للجميع، وقد يكون الجميع على اطلاع أو علم به، وأن جعل المدرسين في ظروف جيدة هو كفيل بإصلاح العملية التربوية. وهنا يمكن أن نقيس مثلا المدرسة الآن والمدرسة في فترات ماضية، كان التلاميذ يجلسون على مثلا يجلسون على الفراش، كانوا يجلسون في الأكواخ، ولكن المدرس كان في ظروف جيدة، لذلك كان أداء مثل ماذا؟ هذه الظروف الجيدة مثل ماذا سيدة فاطمة؟ ظروف جيدة، الراتب، جعل المدرس إعطاء راتب يضمن للمدرس حياة كريمة، هذا من الأمور التي سترفع من منظومتنا التربوية بلا شك. نعم، أخذا بعين الاعتبار ما حصل بغض النظر عن قدره من زيادات في هذا الصدد، في يعني هذه الزيادة تمثل كم بعدها، ماذا يعني يحتاج المدرس من الزيادات الأخرى؟
يعني النصف 70% هذه الزيادة، هذا الراتب الآن يمثل كم في المئة من الراتب الأدنى الذي يتطلع إليه مقدم الخدمة التعليمية في موريتانيا؟ المدرس الموريتاني لا يريد المستحيل ولا يطلب المستحيل، وإنما يريد أن يتقاضى راتب يضمن له حياة كريمة، يكون له راتب من خلاله يمكن أن يقوم بإيجار منزل يسكنه، من خلال يكون هذا الراتب يضمن له متطلباته الأساسية، ولا نريد المستحيل، ونقف عند مقومات البلد، لا نريد إشحاف بالبلد، ولكننا نريد حقوقنا في أن تكون رواتبنا رواتب كريمة تضمن لنا حياة كريمة، ونستطيع من خلالها وتساعدنا على القيام بأداء واجبنا على أكمل وجه. فالراتب عندما يكون راتب هناك نقص في الراتب، عندما يكون الراتب لا يضمن للموظف حياته، فهو سيبحث عن لا شك عن مكملات، هذه المكملات ستكون سلبية على أدائه لواجبه، وهذا ما هذا بالضبط هو ما نريد معالجته، وجعل هذه المدرسين جعل المدرسين يتقاضون رواتب تضمن لهم حياة كريمة، ويقومون بعد ذلك بأداء واجبهم على أكمل وجه، وهنا نطالب بتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة بعد أن تكون هذه الرواتب رواتب مجزية. نعم، البعض ربما يسوق أو يقول أو يتساءل، هل يعني المدرسة الجمهورية هي للفقراء فقط، أبناء الطبقات الهشة وأبناء الطبقة يعني الأولى على الأقل ماديا تذهب إلى أو يذهبون إلى المدارس الحرة؟ هل هذا هو ما جاءت المدرسة الجمهورية من أجل علاجه؟ المدرسة الجمهورية جاءت من أجل علاج أن هنا أننا أصبحت لدينا طلاب لا ينتمون لهذا الوطن، وهناك طبقة تدرس في مدارس أخرى وأخرى في مدارس أخرى وأخرى، وأبناء الطبقة الهشة والطبقة الفقيرة هم الموجودون في المدرسة العمومية، وجاءت المدرسة الجمهورية من أجل محاربة هذه الفكرة، من أجل جعل أبناء الشعب الموريتاني كلهم في حاضنة هذه المدرسة. نعم، الجهات المعنية القائمة على تطبيق المدرسة الجمهورية طبعا لوحظ مؤخرا يعني تضييق أو يعني مجابهة يعني المدارس الحرة أو التقليل منها أو من المتوجهين إليها، برأيك هل السبب في هذا هو فقط يعني المساواة؟ لا يستحق مثلا الطالب أو أهل الطالب أن يجعلوا أبنائهم في مدرسة يثقون في مستوى أساتذتها ومستواها الأكاديمي، هل هذا هو السبب فقط؟ لا، جاءت فكرة المدرسة الجمهورية في التعليم اقتصار المدرسة الجمهورية على التعليم الأساسي، هذه المرحلة هي المرحلة التي يجب أن يكون فيها أبناء الشعب الموريتاني في نفس السقف ويدرسون نفس البرنامج التربوي، بعد ذلك ليس هنالك اختيار في تدريس ابنائهم. نعم، ولكن هذا قد يكون هذا على حساب يعني جودة يعني المنتج التعليمي. المدارس برأيك هل المدارس العمومية يعني جميعها يستوعب يعني هذا الكم من الطلاب في موريتانيا، وهل هي كاملة لديها يعني المنتوج يعني الذي يتميز بالجودة المطلوبة؟ المدرسة العمومية في موريتانيا عندما يتم تغلب على النواقص الموجودة فيها ستقدم ما هو مطلوب منها، وستكون لها الريادة ستكون لها، بأن المعلمين الموجودين في المدارس العمومية معلمين تم تكوينهم في مدارس تكوين المعلمين، تم لديهم مستوى علمي ومعرفي. إذن المسائل التي تنقص المدرسة الجمهورية هي عندما يتم التغلب عليها ستعطي هذه المدرسة ذمرة جيل. ما هي هذه المسائل؟ ما هي هذه المسائل التي إذا ما يعني عولجت أو وجدت في المدارس العمومية تكون كافية بأن تكون يعني أو مؤهلة بأن تكون مستقلة ومغنية عن المدارس الحرة؟
أول شيء أن يكون المدرسين الموجودون في هذه المدارس يتقاضون رواتب تضمن لهم حياة كريمة، أن تكون لهم علاوات كذلك، أن يكون لك تكوين مستمر لهؤلاء المدرسين، لأن تكون نلاحظ أخيرا أن غياب تكوين مستمر قد يكون له كذلك انعكاسات. وجود التغلب على ظاهرة ما يسمى بالاكتظاظ، وكذلك وجود الوسائل التربوية من كتب ومن الوسائل التربوية التي يحتاجها المدرسين في أداء مهامهم، كل هذه المسائل المجتمعة عندما يتم وجودها فستكون هذه المدرسة ستؤتي لا محالة ثمارها، وستكون ثمارها ثمار أبناء جيل متماسك، جيل يعرف ما له وما عليه، جيل يرتبط بالوطن ويقدر مكتسبات الوطن ويحافظ على مكتسبات الوطن. ما هي علاقة المدرسة الجمهورية بالمدارس الخصوصية؟ يعني هل هناك تنافس، وهل يعني الحكومة أو المدرسة الجمهورية تطمح لأن تكون هناك مدرسة يعني شاملة تستطيع أن تغطي سائر تراب الوطن؟ لا يوجد هناك تنافس ما بين المدرسة الجمهورية والمدارس الحرة. المدارس الحرة مكملة للنقص الذي قد يحصل في المدرسة الجمهورية، مثل ما هو موجود عندنا مثلا ظاهرة الاكتظاظ. هذه قد تكون ستكون المدارس الحرة مكملة لها. ولكن في إذا ما أردنا أن نستشرف مستقبل هذا البرنامج، هل هو برأيك يهدف إلى 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 يعني إقصاء المدارس الحرة؟ وحتى البعض يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول بأن المدرسة الجمهورية إنها مجرد يعني شعار سياسي. لا، المدرسة الجمهورية قد يتبناها البعض كشعار سياسي، ولكنها في الحقيقة هي مدرسة يريدها الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني يريد المدرسة الجمهورية، يريد لأبنائه خاصة في المراحل الأولى من التعليم أن تكون لديهم فكرة. فمثلا في مدرسة الجمهورية، أعطيك مثال، مثلا تلميذ يقرأ في المدارس العمومية، هذا التلميذ لديه ارتباط بوطنه، يعرف أبطال المقاومة، يعرف الاستقلال، يعرف 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 مثلا كل الأمور، له ارتباط وثيق بوطنه. طفل في هذه المرحلة يحتاج إلى أن نعطيه جرعة زائدة من أجل حب الوطن والولاء للوطن. إذا تم تدريس الطفل في هذه المراحل المبكرة من عمره في مدارس أخرى، يقرأ برامج أخرى، هذه البرامج لا تمت إلى وطنه، فسيكون هذا الطفل ليست لديه الوطنية الكافية، سيكون وجوده في وطنه مثلا سلبي تماما على وطنه. من هنا تأتي فكرة أن التلميذ في مراحله الأولى من العمر يجب أن يتم تدريسه فيما نريد له. نعم، هذه نقطة بالذات. نعم، يعني المقاومة وتدريس يعني الأطفال وتثقيفهم بتاريخهم أو تراثهم وحتى يعني الأمور الوطنية. هل يمكن برأيك أن تنافس هذه المدرسة وهذا المشروع، المدرسة الجمهورية، سطوة التعليم الخاص وبصفة خاصة التعليم الأجنبي الذي كما تعلمين لوحظ مؤخرا يعني استثناؤه في من يعني هذا البرنامج؟ لا شك أن التلاميذ الذين درسوا البرامج الموريتانية وكان لهم الولاء لوطنهم، وفي مراحل متأخرة عندما نعود إلى ما يسمى مثلا مدارس الامتياز، هذه المدارس تنافس تماما، أو هي التلاميذ الموجودون فيها أقوى تماما ومن التلاميذ الذين تخرجوا من المدارس الأخرى الأجنبية. مثل مادة الرياضيات تجد أن التلاميذ البرامج اللي درسوا المدرسة البرامج الموريتانية تجد أن أنهم يتميزون في ما يسمى بالبوليتكنيك، في ما يسمى بالجامعات الفرنسية، ما يسمى بالمسابقات في تونس، في دول المغرب العربي. نجد أن طلابنا يحصلون على نتائج مشرفة بعكس من طلاب هذه المدارس الأخرى. نعم،
ولكن أنا يعني تحدثت عن استثناء يعني بعض هذه المدارس الأجنبية، كيف تقرأينه؟ ويعني البعض يقول بأنه سيكون له انعكاس مباشر على المدرسة الوطنية، لأن الطفل في هذه المرحلة يجب أن ينشأ على في بيئة يعني تتخذ من ثقافته وأمجاده ويعني تراثه، تتخذ منها مادة مهمة وأساسية. هذه المدارس لها خصوصيتها، مثلا هنالك قوانين تنص على أن هذه المدارس القنصلية مثلا المدارس التابعة لها، هذه المدارس لديها خصوصية. ما نريد أن نؤكده للآباء أنهم مسؤولون أمام الله وأمام المجتمع وأمام الوطن عن تربية أبنائهم وتنشئتهم، لذلك يجب أن يختاروا لأبنائهم المدارس التي ستعلمهم الفطرة وتعلمهم ما هو ما ينفعهم ويجعلهم صالحين لوطنهم ولآبائهم. هل لديكم أنتم كنقابيين، هل لديكم حوار مباشر مع الجهات الرسمية لتحسين ظروف التعليم؟ لا شك أن هناك ما يسمى بالحوار، الحوار الذي بدأته نقابات التعليم الأساسي والثانوي في السنة الماضية واستمر بداية السنة، وهو ما وقع انقطاع ما بين النقابات والوزارة نجم عنه العريضة المطلبية التي تقدمت بها النقابات. تأتي دعوة الوزير الأول في يوم الاثنين الماضي للنقابات من أجل دراسة بعض المسائل، لكن لا، ما أريد أن أقوله وما أريد أن أؤكده أننا نريد أن يكون هذا الحوار، أن تتبناه الوزارة، أن تقوم بتوقيع هذه المحاضر وتعود الحياة كما كانت. دعوة الوزير الأول يعني الأخيرة، كيف يعني تقيمونها؟ هل يعني تؤملون، هل أعطتكم أمالا جديدة؟ دعوة الوزير الأول كانت دعوة من أجل الإشارة إلى الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الصندوق سكن المدرسين الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في 28 نوفمبر، ولكن على هامش هذه الجلسة أو هذه تمت نقاش كثير من الأمور التي تتعلق بالتعليم. ماذا عن الجوائز التي تم تقسيمها اليوم يعني، وما انعكاسها برأيك على جودة التعليم؟ اليوم 25 دجنبر اليوم الوطني للمدرسة الجمهورية، هذا ما طالبت به يعني هيئات المجتمع 5 دجنبر، وما طالبت به هيئات آباء التلاميذ من أجل أن يكون يوم وطني للمدرسة الجمهورية. كان بالتصادف مع هذا في هذا اليوم تم توزيع بعض الجوائز التي تعرف بجائزة رئيس الجمهورية للتميز. هذه الجائزة عبارة عن 250 مليون مقدم من رئيس الجمهورية للتعليم. نعم. تم تقسيم هذه الجائزة على النحو التالي. تمت استفادة منها 1352 من قطاع التعليم، ما بين مدرس، ما بين معلم وأستاذ ومؤطر. تمت استفادتهم من هذه الجائزة. وضعت معايير لهذه الجائزة، وهذه المعايير منها ما هو خاص بهيئات التأطير ومنها ما هو خاص بالمدرسين. ما هو خاص بهيئات التأطير أنه ما يسمى بالنسبة لهيئات التأطير الحضور والفاعلية والتوثيق ودقة المراسلات، متابعة أداء المدرسين، العلاقة مع الطواقم والشركاء إلى آخره. بالنسبة للمدرسين هناك المواظبة والاستعداد المهني، التحضير واستخدام أدوات تسيير القسم، إكمال البرامج الدراسية والتقويم المستمر للتعليم. نعم. إلى آخره. ماذا تمثل لكم هذه الجوائز التي توزع في وقت يعني تتحرك فيه النقابات
المطالبة يعني الكثير من الأمور التي يصفونها بالملحة. هذه الجائزة كانت موجودة في السنة الماضية ووجدت في هذه السنة، ولا يمكن أن نقوم بربطها بما هو حاصل، ولكنها لفتة كريمة من رئيس من السيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لقطاع التعليم. يعني ولكن تزامنها مع هذه، برأيك هل من شأنه أن يطفئ من حدة الإضرابات وتتابعها؟ لا أظن أن هناك علاقة مباشرة ما بين الإضرابات وهذه، فالمستفيدين من هذه الجائزة وإن كانت جائزة قيمة ونذمنها، لكن المستفيدين منها وصلوا حد 1362. إذا لا يحق لي أن أقوم بربط هذه الإضرابات بالجائزة. طيب ما هي توصياتكم لتطوير المدرسة الجمهورية وتعزيز دورها في تحقيق الوحدة الوطنية؟ المدرسة الجمهورية من إذا كانت هناك الإرادة الصادقة من لدن الهيئة القائمة على التعليم، فيجب أولا إشراك المدرسين في هذه المدرسة بإعطائهم بوصفهم هم الأداة الفاعلة والركيزة الأساسية لإصلاح هذه المدرسة وقيامها. إذن يجب وضع المدرسين في ظروف جيدة، وكذلك يجب مراجعة تلك الاختلالات. طيب أخيرا أدركنا الوقت أخيرا في ثوان، يعني ما هي أولوياتكم كنقابة لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف المنشودة بسرعة لو سمحت؟ لدي كنت توصيات عن الجائزة كنت أريد أن أقدمها وبعد ذلك أصل. تفضل باختصار. الجائزة نريد أن يتم تسير هذه الجائزة بطريقة شفافة ونزيهة حتى تحصل على الهدف منها وهو مكافأة المتميزين، زيادة الغلاف المادي لهذه الجائزة، ونريد أن يكون هناك تمييز إيجابي للمعلمات بنسبة تقريبا 5%. كذلك نريد أن تكون هذه الجائزة مفتوحة للمكونين، مكون المدارس تكون المعلمين حتى يستفادوا منها بوصفهم مدرسين. بالنسبة للمدرسة الجمهورية نحن كلنا واقفون من أجل هذه المدرسة، نريد أن تصل هذه المدرسة إلى أهدافها المنشودة منها. نحن المعلمين كأبناء لهذا الوطن وكآباء علينا نضع على عتاقنا هذه المدرسة الجمهورية، ونريد لها الاستقامة، نريد لها النجاح، ونريد لها الاستمرارية، ولكن نريد أن نشارك فيها وأن يتاح لنا ذلك بجعلنا في ظروف. فاطمة الطالب عبيدي رئيسة النقابة الموريتانية للمعلمات، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدنا الكرام، وإلى أن يتجدد اللقاء كونوا بخير.